كل يوم في حياتنا بنمر بكتير من الأحداث، بس في ناس مرت بحاجات ملهاش تفسير. أنا هحكي لكم الأحداث دي من على لسان أصحابها زي ما هم حكوها لي في وقائع حقيقية. أنا من الصعيد وجالي شغل في القاهرة، رحت للسمسار اللي أول ما عرف إن صعيدي فرح قوي وقال لي عندي شقة قد فلوسك بالظبط، وفعلا كان إيجار الشقة غريب 500 جنيه والشقة 4 أوض وصالة. حسيت إنها فرجت وفرحت، بس أول ما دخلت الشقة حسيت إن قلبي اتقبض والسمسار وقف على الباب وقال لي انا سايبك تتفرج براحتك ومش عايز ادخل، وفعلا مرضيش يدخل الشقة ابدا. المهم الشقة عجبتني وقلت تمام، وقلت يا واد خدها عشان دي قد فلوسك. خدت الشقة فعلا وعدى اول اسبوع تقريبا كان في حاجات بتتحرك من مكانها، بس انا ما كنتش بحط في دماغي قوي وكنت بقول يمكن عشان بس ان انا عايش لوحدي فدي تهيؤات. وعديت الموضوع ما شغلتش بالي، بس حصلت حاجة غريبة. سمعت اتنين بيتكلموا في اوضة من اوض الشقة وانا قاعد على سريري بالليل. قمت مفزوع ابص فيه ايه، ما لقيتش حاجة والصوت سكت. ما شغلتش بالي ورجعت الأوضة بتاعتي، وأنا داخل لقيت واحد زي ظلم واقف قدام سريري. استعذت بالله وحاولت أهدي نفسي وقلت دي ممكن تكون تهيؤات عشان أنت قاعد لوحدك وعدي الدنيا وعدي الليلة. بس الليلة ما عدتش، لأن طول الوقت شايف خيالات بتمر قدام باب الأوضة وسامع حد بيتكلم. قعدت مرعوب على السرير ومش قادر أنام لحد ما الصبح جه. قمت لقيت كل حاجتي مرمية على الأرض بشكل ملفت. نزلت وأنا متوتر جدا، وقابلت الأول مرة حد من الجيران وكانت ست عجوزة وبصت لي بصة غريبة. بقولها صباح الخير ما ردتش، وفجأة قالت لي امشي احسن لك وبصت لي بصة مخيفة جدا. اقسم بالله الست اختفت. جريت على السمسار قلت له قال لي مفيش حاجة، الشقة زي الفل، انت بس تلاقيك سمعت من سكان الشارع حاجة. وزاد فضولي اسال البقال افهم ايه حكايه العماره، وعرفت انه كان في ست واخوها هم سكان العماره وكان ليهم في السحر وماتوا بشكل فجائي وغريب، واللي ورثوا العماره حاولوا يسكنوها او يبيعوها، لكن كل الناس كانت بتهرب ومحدش قدر يسكن فيها او يشتريها. رجعت الشقه وانا مرعوب اصلا وحطت في دماغي اخد حاجتي وامشي. لقيت الست على باب شقتي وفتح الباب وبتقول لي بصوت مرعب جدا كلام ما فهمتوش لكن هزني جدا، وغمضت عينيا وقعدت زي الطفل مش قادر اتحرك، وفجأة سكتت. فتحت عيني وانا مرعوب لقيت باب الشقة مقفول ومفيش حاجة خالص. نزلت جري وسبت حاجتي واديت السمسار المفتاح وقلت له مش عايز حتى اجيب حاجتي من هناك، وركبت الاتوبيس وانا عامل حسابي ان هروح بلدي وانا مش معايا شنطه هدومي حتى. ولما وصلت السواق ندم عليا وقال لي يا استاذ يا استاذ الست الكبيره سابت لك الشنطه دي. ببص لقيت شنطتي
بقول له مين دي اللي سابت لي الشنطة؟ اوصفها لي بالظبط. قال لي مش كانت واقفة معاك وسلمت عليك وانت ماشي؟ كنت مسهول جدا وانا بسمع كلامه ورجعت البيت وانا مش عارف ايه اللي حصل لي، بس فضلت فترة طويلة حاسس بنفسها حواليا وحاسس بوجودها بس ما شفتهاش تاني. حاجات حصلت مع ناس ممكن تصدقها، ممكن تشوف ان هي امور مش معقولة، بس ده اللي حصل واكيد ملوش عندي تفسير. ودي كانت وقائع حقيقية.